النظام اللي راني مدايره ان شاء الله باذن الله ان شاء الله يجعل التزوير من المستحيلات. دركا كم تعرف سوكو لانفورماتيك في لانفورماتيك بلو ديفير اخي هكذا راكم شفتوا حتى في الولايات المتحده كيفاش يتهموا بلي في الاتحاد السوفيتي راه كذا. لكن حنا قاعدين نديروا ان شاء الله بليزانفورماتيسيان تاعنا بلي لو ريزو غوفرمونتال يكون في خدمتنا ولو ريزو بارتيكولي تاعنا يكون اون سكوند اوتوروت بور بلوس دو سيكوريتي. دونك انا نقول يعني امكانيه التزوير امام الله وامام الشعب كل امكانيه هذه انا نهدف باش تكون صفر. هل نستطيع نقول مستحيل ولكن نعمل على ان يكون ذلك مستحيل حقيقة ويكون صوت المواطن بكل أمانة هو الحقيقي الذي صوت في 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 بنفسه يلقاه إن شاء الله مترجم في اختيار الرئيس الجديد اللي جاي. السلطة عندها صلاحيات تتحكم فيها بذاتها تسطرها بذاتها أي بدون إعاز من أي جهة كانت وتطبقها مباشرة على كل المستويات وعلى كافة أجهزة الدولة المعنية بالانتخابات. السلطة لها من الصلاحيات القانونية ما يخولها أن تأخذ من أي مصلحة من المصالح الدولة المعنية بالانتخابات ما تريده من معلومات من وثائق من تسخير للأشخاص واللي الذي الأشخاص يعملون مباشرة تحت السلطة ليس وضع تحت تصرفها. هذا الشيء الجديد مباشرة تحت السلطة المباشرة والكاملة للسلطة المستقلة. انا راح ناخذ اجراءات يعني الحمد لله باش نغير التنظيم اللي كان من قبل حتى فيما يخص الموارد البشريه وكذا باش تعلموا علما 500,000 موظف ليشاركوا في تاطير الانتخابات الرئاسيه 500,000 يعني اللي يقولها يعني ما يصدقهاش العقل. وهذا اقل ادخلت في الانتخابات الاخرى توصل حتى المليون ومليون ونيف شو نكون معاك. اذا حنا كي نقولوا نحتاج مثلا نعطيك مثال تاطير المكاتب للتصويت حاجه هامه ولا مش هامه؟ ايه يعطيك صح. اذا كان نكتفي انايا واش كان قبل نفس الاشخاص اللي كانوا يؤطروا المكاتب حتى 500,000 ولا اي 50,000 مكتب كل مكتب فيه ثلاثة غير للتأطير المكاتب كانت تقريبا 200,000 ثلاثة كان نكتفي انا بوش كاين ما جبت والو. نعطيك مثال كل المراحل اللي قمنا بها رانا انستالي احنا هنايا السيستم دو كوميونيكاسيون ديريكت انستونتاني مع كامل الولايات تو هنايا لعمرها خلقت هذه انستونتانيمون يروحوا ويوم يبعثوا مني انستونتانيمون تجيني لا ريبونس تاعي 48 ولايه وتجي عندي هنا المكتب تاعي ما تروح حتى البلاصه حتى مكتب واحد اخر. لو نوفو ريزو كي سورا ديدي ان ريزو اوتونوم كي سورا ديدي العمليه هذه الحمد لله اللجنه كانوا فيها دي 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 زانفورماتيسيان دو كرو نيفو فهمتني ورانا يعني نعالجوا في العموم من كل جوانب حتى المحاضر. المحاضر ما تكونش كالمحاضر المعتاده ما تكونش كالمحاضر المعتاده باش يعني نضيق الخناق. الامر يختلف تماما. احنا رانا السلطه سياسيه بالجوهر. ماهيه هذا السلطه هي ماهيه سياسيه بعكس ما كانت عليه اللجنه اللي هي ماهيه اداريه ومؤسساتيه. هذا هو الفرق. احنا القانون راه يخول لنا باش نشارك حتى في بلوره القوانين حتى في بلوره الفكر اللي هو يؤسس الديمقراطيه الدستوريه. احنا الاحصائيات اللي راهي تجينا راهي كاين فيه اقبال كبير. انا كاين اللي يقول لي لا موش غير منتظر
أنا كنت ننتظره. علاش؟ لأنه الشباب حس حقيقة بلي المرة هذه، وهذا هو الشيء المتداول، لكن انتم ماكم ولاد الشعب، لكن تسمعوا في الهضرة هذه ولا كنزيد، لكن ما يقول المرة هذه إن شاء الله راهي ماشي كما يبقى. إذن العملية يتم بالطبع. ما نقولش أنا راهي كما قالوها روتوروت، ما نقولش روتوروت. لو شومان كاوتو، كاين بلايص فيها روتوروت، كاين بلاصة لازم لي زامورتيسور يكونوا قويين. يا خي هكذاك ما على بالك بهم، كاين مناطق فيها بعض المشاكل، لكن خذينا احنا التدابير القانونيه باش نسد يعني الثغرات اللي تحدث من خلال هذه الاضطرابات باسلوب اخر. مثلا بلديه فيها كذا، سمحنا بان اللجنه البلديه ممكن تجتمع في 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 مقر اخر يعين لها. الموظف ما جاش، نعوضوه، وسمحت بالقرار نتاعي حتى اللجنه تجتمع باثنين اعضاء مثلا باش نسهل للمواطن. احنا المهم احنا المواطن يسجل نفسه. إذن العمليه منطبقه. دوك هل هي بنفس الوتيره او بنفس السهوله في كامل البلديات؟ انا ما نجيبش نكذب على الشعب، ما نجيبش نكذب على الشعب. كاين اماكن فيها صعوبه، كاين بعض البلديات فيها صعوبه، يعني الموظفين مثلا كانت موظفين داروا قرار لاسباب اجتماعيه مثلا ما عندها حتى علاقه بالانتخابات، ولكن تاثر مباشره على الفونكسيونمون تاع احنا ناخذوا في التدابير. وان شاء الله هو المهم الكتله الاجماليه تاع لحد الان مازالوا لنا ثلاث ايام ولا اربع ايام باش تنتهي. لحد الان راهي النسبه تاع التسجيل في 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 فتره تسجيل استثنائيه. ما ننساوش بلي راهي كاين ربع فترات في العام هذا دارت، يعني سي لا كاتر، ولكن الاقبال نقولوا مثل في نفس المستوى لحد الان.